السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، ولسه بنكمل شرح يونت 3 أو الوحدة الثالثة on the weekend أو في عطلة نهاية الأسبوع، وهنبتدي نشرح النهارده ليسون 4 و5 و6 لحد نهايه ثيم 1 او لحد نهايه المحور الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا في بعض الكلمات لازم نحفظها حفظ، زي مثلا كلمه بوتل، بوتل يعني زجاجه، سترينج، سترينج يعني خيط، paper clip، paper clip يعني دبوس ورق، و scissors، scissors يعني مقص، nail، nail يعني مسمار، coin، coin يعني عملة معدنية، glue، glue يعني صمغ، و pencil، pencil يعني قلم رصاص. طبعا اللي تحت ده homework، وهنا طبعا ده هوم ورك، لازم نحفظ الكلمات دي، وهنا مديها لك. بس طبعا هي الكلمات هنقراها مع بعض: attract، attract يعني يجذب، pull، pull يعني يشد، push، push يعني يدفع، repeal، repeal يعني يتنافر، يعني يجذبش عكس attract، repeal، repeal يتنافر، اللي هو لو جبت مغناطيس من نفس النوع هتلاقيه بيعمل ريبيل أو بيتنافر، ما بينجذبش لبعضه، لكن لو جبته أنواع مختلفة سالب وموجب هتلاقيهم بيعمل لهم بيحصل بينهم من بعض attraction أو انجذاب. pull together، pull together يتجاذب برضو، push away، push away يتباعد، pull، pull يعني قطب. بيكلمنا عن الماجنت أو المغناطيس، وهو المغناطيس بيبقى ليه two poles، two poles، two poles يعني قطبين، قطب اسمه النورث بول أو القطب الشمالي، والساوث بول أو القطب الجنوبي. كل قطب منهم بنرمز له، النورث بول بنرمز له بالN، والساوث بول أو القطب الجنوبي بنرمز له بS. علشان كده زي ما بقول لك، لو جبت نورث مع نورث يعني مغناطيس وحطيت النورث قدام نورث هيحصل بينهم من بعض ريبيل، هيحصل بينهم من بعض تنافر. لكن لو جبت النورث مع الساوث هيحصل بينهم اتراكت، هيحصل بينهم انجذاب. فهو بيكلمنا هنا دلوقتي بيقول لك a magnet attract metal objects، a magnet attracts metal objects أو المغناطيس بيجذب الأشياء المعدنية. فهنا بيوريك attracts، attracts يعني يجذب، doesn't attract، doesn't attract لا يجذب. طبعا لو حاجة غير metal objects، عنصر تاني مثلا paper ولا غيره، مش هيعمل لها attraction، مش هيجذبها. فهنا بيقول لنا a magnet has two poles، الماجنت ليه قطبين، المغناطيس ليه قطبين. ده الماجنت زي ما احنا شايفين قدامنا، النورث بول وهو ال N بتاعته، وادي الساوث بول أو القطب الجنوبي وادي ال S بتاعته. بيقول لك البول أو القطب is the end of the magnet، end of a magnet هو نهاية المغناطيس. بيقولك هنا the rules of the magnets، قواعد الماجنتس أو المغناطيس، في rules بتحكم الماجنت أو المغناطيس. أول rule عندنا بيقولك the north pole اللي هو ال N attract a south pole اللي هو ال S، يبقى ال N بيجذب ال S وال S بيجذب ال N. the different poles pull together، ال different poles أو الأقطاب المختلفة pull together يعني بتنجذب لبعضها البعض، وبيوريك هو الاس مع الان بيجذبوا بعض. بيقول لك بقى القاعدة التانية the same poles repel، نفس البول لو حطيته قدام بول تاني نفس النوع بيحصل بينهم repel، بيحصل بينهم تنافر. the same poles push away، نفس الاقطاب بيدفعوا بعض، بيزقوا بعض لبعيد، ما بينجذبوش. وجايب لك هنا الان مع الان بيوريك ان هما بيبعدوا عن بعض. وبعد كده عندك activity 4 ده homework، homework، ونروح لليسون 5 وهو بيكلمنا هنا عن الفونكس او الصوتيات الخاصة
بيونت 3 أو بالوحدة الثالثة. فالفونكس الخاصة بيونت 3 فبيقول لنا هنا الـ N لما بيجي بعد منها الـ G بتتنطق إنج إنج إنج، زي مثلا كلمة سينج سينج، وزي مثلا فيشنج فيشنج، الاتنين بيتنطقوا، وزي مثلا كلمة كينج كينج، وزي مثلا living room living room، وزي speaking speaking، فبننطقهم هما الاتنين مع بعض، الاتنين بيتنطقوا مع بعض. وال SP ال SP لما بيجوا بعد برضه جنب بعض بيتنطقوا الاتنين، الحرفين بيتنطقوا في نفس الوقت، زي sports sports، وزي spider spider، وزي space space، وزي speak speak. هنا بيديلك طبعا كويس صغير قوي، بيقول لك هنا ال SI المفروض هو بيقول sing، هنحط NG ولا N ولا SP؟ NG NG sing يغني. هنا مثلا بيلعبوا رياضة، نقول SP ولا NG؟ SP SP sports. وهنا بيصطاد، هنقول NG ولا SP؟ NG NG fishing. طبعا عندنا في البانكيتيويشن او علامات الترقيم، طبعا عندنا جزء هنا بسيط قوي وهو ال exclamation mark. ال exclamation mark او علامة التعجب، وبيقول لك هي to show strong feelings او بتعبر عن شعور قوي. I love my cats، انا بحب القطة بتاعتي، انا بحبها قوي. I'm very excited، I'm very excited، انا متحمس جدا، حطينا exclamation mark. I feel very angry، أنا حاسس إن أنا غاضب جدا، وحطيت exclamation mark، يبقى هو بيشعر بالإحساس ده بشكل قوي. يبقى ال exclamation mark أو علامة التعجب to show strong feelings، بتعبر وتوضح ال strong feelings أو المشاعر القوية. طبعا هنا homework، عندنا الصفحة دي homework برضو بيعلمك إزاي تحفظ الكلمات بالتكرار. activity lesson 5 homework. ونروح لآخر ليسون معانا في اليونت الجميلة دي، وهو ليسون 6، وهي عنوانها Special Help Means More Help، مساعدة خاصة بتعني More Help، مساعدة زيادة لأصحابنا ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة. يبقى Special Help Means More Help، المساعدة الخاصة بتعني زيادة مساعدة زيادة لأصحابنا وأهلنا أو قرايبنا أو أي حد معانا من أولي الهمم من أصحابنا ذوي الاحتياجات الخاصة. تعالوا نشوف الكلام ده إزاي. فهنا بيقول مثلا، جايب لنا صديقنا هنا قاعد على ويل تشير أو كرسي بعجل، فبيقول I can't walk. طبعا هنمشي على النقط دي بالقلم بتاعنا علشان نعمل تريس للكلمات. أنا لا أستطيع أن أمشي. I can't get this book، أنا مش قادر أحصل على الكتاب ده for you ليك. لا، I can get this book for you، صاحبنا ساعده جاب له الكتاب علشان خاطر يقراه. طبعا صديقتنا هنا blind أو ما بتشوفش، فعندنا هنا جنبها I can't see، أنا لا أستطيع أن أرى. فصاحبنا بيقول لها I can read with you، أنا ممكن أقرأ معاكي. في الصورة الثالثة هي ما بتسمعش، فبتقول I can't hear، أنا لا أستطيع أن أسمع. فصديقتنا بتقول لها I can say it again، أنا ممكن أقولها مرة تانية. وبيقول لك هنا طبعا can أو can't الاثنين بيجي بعد منهم الفعل في الانفينيتيف في المصدر، لازم تلاحظ ده وتاخد بالك منه كويس. فهنا بيقول لنا read and learn، اقرأ وتعلم. Hi my name is ملك، اسمي ملك. And I go to school in Cairo، وأنا بروح المدرسة في القاهرة. I like my teacher، أنا بحب المعلم بتاعي. And my class، وكمان الفصل بتاعي very much، جدا. In my class، في الفصل بتاعي. We have friends، إحنا لينا أصدقاء. Who need special help، اللي بيحتاجوا المساعدة خاصة. أمير، أمير ده اسم الصديق من أصدقائها. Can't walk، ما بيقدرش يمشي. تاليا can't hear، تاليا ما بتقدرش تسمع. can't hear well، ما بتقدرش تسمع كويس. and وائل، ووائل
can't see well، ما بيقدرش يشوف كويس. We help our friends، احنا بنساعد اصدقائنا. فهنا في بيوري لك ديالوج الجميل ده، بيقول لك look read and learn. I can't hear، انا ما بقدرش اسمع. Hello، اهلا. Please، دي طبعا الإشارة اللي بنتكلم بيها مع الناس اللي ما بتقدر تسمع لان هم ما بيقدروش يتكلموا. فهي بتقول له I can't hear، بتشاور على ودنها وبتشاور له، بتقول له I can't hear، انا ما بقدرش اسمع. ودي الإشارة دي معناها hello، hello يعني مرحبا. ودي الإشارة دي معناها please، please يعني لو سمحت من فضلك. والإشارة دي اللي عملها بإيديها دي معناها how are you، how are you، كيف حالك. فهنا تاليا بتقول لنا hi I am تاليا، أهلا أنا تاليا. I use sign language، أنا بستخدم لغة الإشارة، sign language يعني لغة الإشارة. To understand، علشان أفهم. My friends، my friends أصحابي. This is how I say hello، دي الطريقة اللي بقول بيها hello و please and how are you و how are you كمان. Now you try، أنت ممكن دلوقتي تحاول. To do the signs، to do the signs علشان تعمل نفس الإشارات اللي أنا عملتها. فأنتوا جربوا تعملوا نفس الإشارات اللي هي عاملاها دي علشان تبقوا عارفين الساين لانجويج أو لغة الإشارة اللي هي بتتكلم بيها. طبعا عندنا بعد كده activity ده homework، وفي آخر حاجة في review الموجود في آخر unit 3. طبعا ياريت تقروه عشان خاطر ده مهم جدا وبيلخص لك unit في الصفحة دي، وفي activity على unit 3 ده homework هو كمان. وبكده نكون أنهينا unit 3 وأنا هنا معاها theme 1 أو المحور الأول. إن شاء الله المرة الجاية نبتدي نشرح theme 2 أو المحور الثاني، the world around me أو العالم من حولي. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم أن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.